بمباراة على مستوى عالي من الأهمية. الأنصار عم يستضيف الأخاء الأهلي علي بمحطة جديدة مع هادي السلامة، عم يطلق بهاللحظات صافرة بداية اللقاء. سوقي عم ينطلق اللاعب القادم من فنزويلا، بيقعد بمستقبل كبير، عم ينطلق بالفعل على الجهة اليسرى، عم يلعب كرة عرضية خطيرة، خطيرة جدا الكرة العرضية كانت من هادي سوقي. دياجو اللي سجل 12 هدف بالموسم الماضي غايب عن تشكيلة فريقه، الكرة طويلة ممكن تخلطه للاري، كرة خطيرة جدا من حسن ملاح كان ممكن يغالط فيها حارس مرمى منتخب لبنان لاري مهنا. ما معقول جوزيال، نار 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 اليوم جوزيال مع حسين طحان على الجهة اليسرى، خطيرة جدا الكرة، الطحان 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 بيلعب العرضية، جميل جدا، ممكن هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول، لاري مهنا رائع، لاري مهنا رائع مرة جديدة، الرجل الأنصار الأول لاري مهنا. حسين طحان أبوا بيلعب على جوزيال، ممكن يسدد جوزيال، دليما بيسدده، هيدا تسديدات جوزيال دليما، هيدا اللاعب البرازيلي، هيدا اللاعب القادم من أمريكا الجنوبية، من أمريكا اللاتينية، أجمل قارات العالم بكرة القدم. حمزة عبود خلف الكرة ينفذها إلى داخل المنطقة مباشرة باتجاه مرميلا ربيع الكاخي، باتجاه مرميلا ربيع الكاخي الكرة لا تزال أنصارية عند الصقبة، عم يسدد في لمسة يد، في لمسة يد، في لمسة يد، وبنالتي لمصلحة الأنصار. أبدي عم يتقدم بمواجهة ربيع الكاخي، عم يسجل جول مرة جديدة، أمير الأنصار عم بتوج نفسه ملك لهجوم القلعة الخضراء، أبدي برانس بكل هدوء. فيكتور باولو بيتقدم لبرازيل، الكرة خطيرة للأنصار حاليا، ممكن يصدي فيكتور باولو، فيكتور باولو عم يطلع صاروخ، عم بيسجل هدف الثاني للأنصار، الأنصار عم يحتفل حاليا بالتقدم ملعب بيروت البلدي، التسديد الرائع من فيكتور باولو البرازيلي. كرة أمامية باتجاه أمام أنس أبو صالح، عم يسقط على أرض الملعب، ركلة جزاء جديدة، تشجيع جمهور الأنصار أمام حسين طحان، عم يتقدم جول، الطحان عم يمنح الأخاء الأهلي علي التعادل، بيلعب كرة بينية رائعة جدا باتجاه حمزة، حمزة عم يحاول يمر، هل في ركلة جزاء؟ ركلة جزاء للأنصار، ربيع الكاخي البرنس عم يتقدم، عم يلعب الكرة إلى داخل الشباك، جول 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 جول. الأمور انتهت، الأمور انتهت، الأمير أصدر حكمه وأعلن، أعلن بالتأكيد احتلاله لثلاث نقاط بمباراة اليوم. الأنصار عم يخطف ثلاث نقاط، أبدي برنس عم يمنح الهدف الثالث للأنصار، هدفه الثاني الشخصي، ومن ركلة جزاء دائما الراية الخضراء عم ترتفع بمدرجات ملعب بيروت البلدي، ومع الأنصار بالتأكيد رح يرتفع على لائحة الترتيب العام، عم يحرز نقطة الرابعة مع الحكم هادي السلامة يلي عم ينهي المباراة يلي من دون شك ما كانت سهلة عليه أبداً.